موجز إخباري من المرابطون، حياكم الله. أعلنت قيادات في حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن عن استعدادها للمشاركة في الحوار السياسي المرتقب، وذلك من أجل الإسهام في ترسيخ الديمقراطية والسلم الأهلي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه بعض نواب الحزب ومناضليه في نواكشوط، أكدوا خلاله على تماسك الحزب ووحدته وسيره على الأهداف التي اخطط نحو التأسيس. التقى الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم والبحبيني السفير الفرنسي بنواكشوط جويل ماير، وقد تطرق اللقاء لموضوع الحوار السياسي وموقف المنتدى الديمقراطي منه. ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من لقاء آخر أجره السفير الفرنسي برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد المحم. قالت فيدرالية المعادن في مدينة الزويرات إن إجراءات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم الهادفة إلى مواجهة تراجع أسعار الحديد في العالم قد تسببت في تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية للعمال. وأكدت الكونفدرالية أن مداخل العمال تراجعت إلى النصف، فيما استلم الآلاف منهم كشوف رواتبهم وهي فارغة من أي مستحقات. قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الحسن والبدو إن طلاب الجامعات في موريتانيا تواجههم تحديات جمة في مقدمتها النقل. ودعا البدو في افتتاح الأسبوع الجامعي بنواكشوط الجهات المعنية إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الطلاب في عامهم الجامعي الجديد. يمكنكم دائما مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجيز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري من المرابطون، في أمان الله.